بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. إن شاء الله في المحاضرة ديت هنتعلم إزاي نحط statical system لمشروع البرج بتاعنا. تمام. طيب قبل كده يا باشمهندس قلنا الخطوات اللي إحنا هنمشي عليها، قلت لك أول خطوة قراءة اللوحات المعمارية. تمام. طيب وقلت لك بعد كده يا باشمهندس أو قبل كده، طبعا قراءة اللوحات المعمارية دي خطوة مهمة جدا يا هندسة، لو عملتها صح فأنت هتحط statical system مظبوط فأنت هتصمم مظبوط، قرأت اللوحات غلط هتحط statical system غلط هتصمم غلط. خلاص، فالخطوة ديت مهمة جدا، ما تبدأش في المشروع إلا وأنت فاهم المعماري 100%. تمام. طيب تاني خطوة يا باشمهندس بنحط الأعمدة الخرسانية. أوقات المعماري بيكون حاطط الأعمدة، تمام، وأوقات مش بيبقى حاططها. حتى لو هو حاططها، أنا نصحتك قبل كده في مشروع الفيلا إن أنت تروح تحطها تاني وتراجع على الأعمدة تاني. خلاص يا هندسة. طيب طبعا اختصارا للوقت بقى، أنا رصيت أنا الأعمدة، تمام، عشان بس ايه ما نضيعش وقت في حاجه احنا عملناها قبل كده. خلاص. وعشان لسه عندنا شغل كتير جدا في البرج، في الخطوه اللي هنعرف نختصرها هنختصرها. تمام. طيب نيجي كده مثلا نراجع على اسس رص الاعمده مع بعض. قلت لك يجب وضع اعمده عند الاركان الخارجيه للمنشا، على اركان المنشا الخارجيه لازم تحط اعمده. تمام. يجب وضع اعمده عند اركان الغرف، تمام، والحمامات والمطابخ. تمام. طبعا حوالين السلم لازم نحط ايه برضو اعمده، حوالين الفويد بقدر الامكان يكون فيه اعمده. خلاص. حوالين الفراغات. خلاص يا باشمهندس. بنفضل دايما في المنشات السكنيه بتاعتنا وكده، يعني النظام الانشائي اللي انت هتستخدمه مثلا هوردي او فلات او سوليد والكلام ده، ما تزيدش المسافه بين الاعمده عن 7 متر، ويفضل 6 متر. خلاص. طيب عشان طبعا الديفليكشن ما يزيدش، وكذلك البيندنج مومنت والتسليح والايه والخرسانه والكلام ده كله. تمام يا هندسه. طيب برضو بنفضل ان المسافه بين الاعمده ما تقلش عن 3 متر عشان الاساسات او القواعد ما تتدخلش في بعض. طبعا احنا في برج عندنا زي بتاعنا هيكون في الغالب لبشه، تمام، فالنقطه ديت مش فارقه. واوقات اصلا يعني احنا لو اضطرينا ان احنا نخلي المسافه اقل من 3 متر دي بتبقى غصب عننا يعني. خلاص يا هندسه. طيب طبعا يا باشمهندس لو انت عندك الشكل اللي انت شايفه ده، يفضل تخلي ضرب الاعمده في اتجاه الطويل عشان يقلل الاسبان بتاع الكاميرا، عشان البيندنج مومنت بتاعها يقل والديفليكشن يقل. خلاص. طيب برضو بنفضل ان لو انت عندك واجهه، يفضل ضرب العمود يكون عمودي على الواجهه، لان في الغالب ما دام في واجهه فهيكون فينا تشطيبات بقى، ممكن يكون ازاز مثلا، ممكن يكون شبابيك، الكلام ده كله. لو العمود ده مثلا احنا فارضينه 30 في 60، ممكن يكبر يبقى 30 في متر ونص مثلا، ممكن يقفل لك شباك او كده. خلاص. طبعا كل الكلام ده انا شرحه لك قبل كده في محاضره الستاتيكال سيستم. تمام. برضه يا باشمهندس يفضل ان 50% من الاعمده يكونوا في اتجاه اكس مثلا، و50% في اتجاه واي، تمام، عشان بس ايه نظبط الانيرشيا بتاع المنشا، تمام، في مقاومه الاحمال الجانبيه والكلام ده. تمام. طيب ممكن يا باشمهندس لو انا عندي عمود مربع مثلا، فوق ان انا اغير العمود المربع ده لعمود دائري، ولكن خلي السنتر بتاع العمود الدائري هو بتاع العمود المربع. تمام. طيب شوية محظورات كده بقى يا باشمهندس. يجب عدم وضع أعمدة طبعا في منتصف الغرف زي الشكل ده كده عشان المعماري ما يبصي. ما ينفعش برضو نحط عمود في نص شباك أو باب أو كده. تمام. برضو يا باشمهندس لو أنت عندك جراج مثلا زي المنشأ بتاعنا ده، ما ينفعش تحط مثلا عمود في مسار العربيات عشان ما يعيقش العربيات وهي داخلة الجراج. تمام. يجب عدم وضع أعمدة خارج حدود المبنى، تمام، ده حاجة بديهية يعني. لازم بقى يا باشمهندس، ونقطة مهمة جدا، إن أنت تراعي المساقط المختلفة. يعني مثلا قايل لك ده يا باشمهندس مثلا عمود أنت حطيته في الدور الأرضي مناسب في الدور الأرضي، ولكن جيت في الدور الأول علوي لقيته واقع في نص شباك، هل كده ده مناسب؟ لأ، يبقى هو مناسب في الدور الأرضي وغير مناسب في الدور الأول، يبقى لازم نراعي بقى الاختلافات بين المساقط. خلاص يا باشمهندس. طيب تمام. طيب لما اجي ابص الاعمده يا باشمهندس، انا دلوقتي عندي 4 معماري، تمام، عندنا بدروم، وعندنا الارضي، عندنا المتكرر، عندنا الروف. يعني الروف مش مشكلته بسيطه، يعني يعتبر عندنا 3 بلانات، لازم اراعي الاختلاف ما بينهم. طيب انا دلوقتي لما اجي احط ستاتيكال سيستم، هحط ستاتيكال سيستم عباره عن ايه؟ او اجل نقطه الستاتيكال سيستم، خلينا في الاعمده دلوقتي. طيب دلوقتي يا باشمهندس دايما نصيحه انصحك بيها دايما، لما تيجي تحط الاعمده ابداها من الدور المتكرر. ليه؟ الدور ده متكرر 12 مره، تمام. اوقات الاعمده ممكن تكون يعني كويسه في دور او
يعني في مجموعة أدوار، وفي دور تاني مثلا العمود واقع في مكان هيضايق المعماري، ولكن أنت مضطر لكده، يعني ما قدامكش حل غير كده، تمام؟ فالأفضل طبعا دلوقتي ده دور وده دور. دلوقتي لو أنا مظبط الأعمدة على 12 دور دولت اللي هو البلان المتكرر ده، وبعد كده جت بوظت مثلا حاجه بسيطه هنا او حاجه بسيطه هنا، مش مشكله، ده دور واحد. انما تيجي مثلا ترص الاعمده بناء على الارضي، تمام، وتكون متناسبه مع الارضي ولكن غير متناسبه مع او عمود معين غير متناسب مع المتكرر، يبقى انت كده بوظت 12 دور عشان دور واحد. فدايما يا باشمهندس ابدا من فوق، حتى مشروع الفيلا قبل كده، تمام، بدانا ان احنا نرص الاعمده ايه من الدور اللي فوق. خلاص يا باشمهندس. طيب مبدئيا يا هندسه، افرض الاعمده قطاعاتها ايه. طبعا في مشروع الفيلا كنت قلت لك ايه، كنت قلت لك بواقع الخبره كده يا هندسه، لو عمود طالع دور واحد بنفرضه مثلا 20 في 45، عمود طالع مثلا دورين بيزيد شويه وهكذا، تمام. ده طبعا لو انت شغال مثلا في المملكه بتعمل اعمده 20 وكده، لو انت في مصر مثلا لو عمود طالع دور واحد مثلا ممكن تخليه ايه 25 في 40 مثلا، يعني قطاع ايه، قطاع صغير يعني، تمام. طب في الابراج، في الابراج يا هندسه يفضل ان عرض العمود ما يقلش عن 30 سم، تمام، حتى لو يطلع فيه بروز كده من الحائط مش مشكله، تمام، لان في الغالب لو انت مش عامله 30 سم، لو انت عامله 20 او كده مش هيبقى مسيف يعني، تمام. فاقل اقل عرض في الـ في الـ في الابراج خليه 30. طيب الطول يا هندسه، كده كده احنا لسه هنصمم الاعمده، يعني كده كده انت ايه، ده فرض مبدئي، يعني ممكن تفرضه 30 في 60، 30 في 70. انا كنت عامل لك كده في محاضره الستاتيكال سيستم لسته كده، يقول لك والله مثلا لو المنشا بتاعك طالع 10 ادوار ممكن تفرض العمود 30 في 60، لو طالع مثلا من 10 ل 13 ممكن او 14 ممكن تخليه 30 في 70. ده بشكل مبدئي، تمام، جايز يزيد جايز ايه ينقص، تمام، ده شكل مبدئي مش اكتر يعني، تمام. بس انت افرضه زي ما انت عايز، افرض 30 في 30، 30 في 40، 30 في 60، 30 في 70. انا هنا فارض كل الاعمده 30 في 70، تمام يا هندسه، 30 في 70 كل الاعمده انا فرضتها 30 في 70. هل الفرض ده مهم او يعني ليه اي حاجه؟ غير مهم ولا يعني اي شيء، لان كده كده احنا لسه هنصمم الاعمده. خلاص يا باشمهندس. طيب هو مجرد بس ان انت تبقى يعني عارف مكان العمود مش اكتر يعني، انما افرض القطاع زي ما انت عايز، بس دايما يعني في الابراج انا بقوم جاي فرض 30 في 60، 30 في 70 كده يعني. خلاص يا هندسه. طيب بنبدا بقى يا باشمهندس، نبدا بالدور المتكرر. خلاص يا هندسه، بنبدا بقى نحط اعمده، يعني مثلا هنا العمود ده انا خليت ضربه كده وده ضربه كده عشان الطول ده هيكون كبير مثلا. بنبدا نحط برضو اعمده حوالين السلالم، حوالين الفراغات، الكلام ده كله. خلاص هنا مثلا كان في عمود هيكون يعني هيكون واقع في التراس، لان لو ما حطيتش عمود هنا المنطقه دي كلها كده هتبقى بلاطه طايره كده، ما ينفعش، كان لازم العمود، ولكن العمود ده هيكون ظاهر لانه هيكون في البلكونه، فخلينا عمود دائري عشان يكون شكله جميل شويه. خلاص يا هندسه. طيب انا شايف رص الاعمده هنا ما كانش صعب، يعني ما كانش صعب، يعني انت عارف مشروع الفيلا رص اعمدته بتكون اصعب، خصوصا لو الفيلا دي في السعوديه وكده بتكون اصعب من مثلا من منشا زي ده، لان الفيلا بيكون فيها يعني اختلافات كتير جدا، وفي اعمده مزروعه واعمده ملفوفه والجو ده، تمام. هنا طبعا مش مضطرين لحته الاعمده الملفوفه وكده، لان كده كده انا عندي بروز اصلا في الاعمده، فيعني يعني كده كده احنا كنا اصلا بنعمل الاعمده الملفوفه دي عشان ما يطلعش بروز في الحوائط، تمام. بالمناسبه المشروع ده هنا في مصر، تمام، فالحوائط هنا اصلا 12 سم، فمهما كان العمود اللي انت هتحطه هيكون بارز. خلاص يا هندسه. طيب حتى لو انت في المملكه او في الكويت او الكلام ده كله، عادي جدا يكون في الابراج يكون في ركب كده ايه في الحوائط يعني، تمام. طيب انا بتكلم في الابراج الكبيره، يعني برج كبير يعني مضطر انت تكبر اعمدته، فخلاص انت بتتناقش مع المعماري وهو في الغالب مش هيعارض، بس انت مثلا لو انت في المملكه او كده بتخلي ايه، حاول تخلي العمود متداري، يعني تخليه 20 سم قدر الامكان، لو عمود ولا اتنين كبر معاك مش مشكله، خلاص. انما هنا في مصر قلت لك قبل كده لما كنا بنحط ستاتيكال سيستم او الرص الاعمده بتاع مشروع الفيلا، قلت لك هنا في مصر عادي النقطه ديت مسموحه يعني. خلاص يا باشمهندس، ما قابلناش هنا اي اعمده مزروعه او الكلام ده، تمام. طيب انا هسيبك بقى كده يا باشمهندس ايه، تقرا انت يعني، تقرا انت بقى ايه رص الاعمده ديت، او ترص تشيل، بص انا عاملهم لك بلوك يا دوب ممكن تمسحهم كده يا باشمهندس، وتبدا انت ترص الاعمده دي، تمام، بناء على اسس رص الاعمده اللي احنا حطيناها ديت، وتراجع برضو ايه مشروع الفيلا، اعتقد ايه
حتى لو انت واخد الكورس بتاع الزلازل ده لوحده، اعتقد انت هتكون اصلا يعني الخطوه ديت انت ما دام خدت الكورس الزلازل لوحده معنى كده انت متقدم في التصميم اصلا، فهتكون طبعا عارف الخطوه دي. خلاص يا باشمهندس. طيب يعني مثلا عندنا هنا منور، حاول قدر الامكان تخلي فيه 4 اعمده حواليه، تمام. السلم كذلك، الفراغات طبعا زي ما قلت لك، حط الاعمده في اركان الغرف والكلام ده كله، خلاص هتلاقي الموضوع بسيط. طيب بعد يا باشمهندس بقى، بعد ما بنحط هنا زي ما عملنا قبل كده، بنقوم جايين ايه واخدين الكلام ده كوبي يا باشمهندس، الاعمده دي كوبي، ونروح مسقطينها هنا، تمام. يعني مثلا شيل ده كده هندسه اهوت، تحط طبعا البلانات كده على مسافه معينه من بعض، انا عاملها مثلا 70 اهوت، تقول جاي له 70، هتلاقيهم نزلوا في نفس المكان هنا اهو. فهتيجي تبص بقى، تمام، ممكن يكون في عمود او 2 او 3 مش متظبطين، كنا بنعمل ايه بقى؟ بنحركهم، تمام. يعني مثلا خلينا نشوف، هو طبعا كله متظبط، ولكن مثلا انا هفرض مثلا ان العمود ده مش متظبط، بقوم جاي معلم كده على البلوك واقول له كليك يمين اديت بلوك ان بليس اوكي، واقوم جاي مظبط العمود ده اهوت مثلا، وليكن هو كان هنا، تمام، لقيته وقع هنا، طب اظبطه يا باشمهندس مثلا بالشكل ده، تمام. وبعد كده اقول له ايه كليك يمين كلوز سيف. هتيجي هنا يا باشمهندس بقى الميزه ان انت هتلاقيه تعدل في كل البنانات، في كل البنانات هتلاقيه تعدل يا باشمهندس، خلاص. فلما يتعدل بقى تروح تبص تاني على البلان ده، طب هل بعد ما انت عدلته اتظبط يعني بقى مناسب كل البلانات ولا لا؟ خلاص يا هندسه نرجع كده بقى. خلاص طيب، وهنا طبعا نفس الكلام، اهم حاجه هنا في الجراج لما تيجي تبص يا باشمهندس العربيه هتنزل كده، تتركن كده كده كده، هتمشي هنا، يعني الاعمده هنا مش معارضه لحاجه، حتى العمود اللي في النص ده يا باشمهندس مش معارض مسار السيارات، لان العربيه هتمشي كده مثلا، هتخش كده مثلا كده، فالايه الاعمده اللي انا شايفه هنا مش معارضه الجراشات. الجيم طبعا مفيش مشكله طبعا يكون في اعمده في النص. خلاص يا باشمهندس، فرص الاعمده طبعا انا مش عايز ان انا اضيع في وقت تاني وامشي لك عمود عمود بقى بايدي والكلام ده، لا خلاص اللي عملناه مره قبل كده مش هنكرره تاني، خلاص.